يقدم المدرب مصطفى آخر توجيهاته لعناصر الدفاع المدني في اليوم الأخير من دورة الغطس بالإنقاذ المائي والتي أقامتها مديرية الدفاع في محافظة حلب، واختتمت الدورة أيامها على أطراف بحيرة ميدانكي بعد حالات غرق كثيرة في المسطحات المائية خصوصا في منطقة عفرين. النشاط اليوم هو تخرج دورة غطس بالإنقاذ المائي، طلب الدفاع المدني طلبناها للضرورة الملحة لتلبية حاجات المدنيين، دربناهم بأضعف الظروف مشان آخر شيء يطلع إنسان قادر أنه يغطي المنطقة اللي هو فيها. اخترنا طبعا غطاسين السباحين من كافة الريف الشمالي اللي موجود فيه مسطحات المائية، وإن شاء الله يعني حسنا أنه نعطيهم المعلومات اللي نحن نعرفها مشان يتابعوا المشوار في حماية المدنيين اللي هو هدف الدفاع المدني. شارك في الدورة 13 عنصرا من متطوعي الدفاع المدني والذين تم اختيارهم بناء على مهاراتهم بالسباحة وقربهم من مناطق المسطحات المائية والتي تحدث فيها أغلب حالات الغرق كبحيرة ميدانكي والنهر الأسود ونهر عفرين، فتم تدريبهم في مواقع متعددة من عفرين وجرابلس على نهر الفرات للتعامل مع الظروف الصعبة بدءا من التيارات القوية والأعماق الكبيرة وانعدام رؤية تحت الماء. طبعا تلقينا على تدريبات السباحة مع التيار، الغطس تحت الماء، الإنقاذ الغريق، أيضا تلقينا تدريبات بدنية من حيث اللياقة البدنية ورفع القدرات المهارية للرياضة. طبعا رح نوظف هاي القدرات والمهارات في إنقاذ أهلنا المدنيين المتواجدين في الشمال السوري. يعد الغطس المائي والإنقاذ من البحيرات والأنهار قسما مستحدثا في الدفاع المدني السوري بعد أن أصبح وجوده حاجة ملحة أمام تكرار حوادث الغرق وخطر السباحة. تخفي بحيرة ميدانكي وأنهار منطقة عفرين خلف منظرها الطبيعي والخلاب خطر الغرق خصوصا للمهجرين والراغبين بقضاء وقت الاستجمام على أطرافها والذين لا يعرفون طبيعتها وخطورتها، لتضاف مهمة جديدة إلى فرق الدفاع المدني بتوعية المدنيين وإنقاذ المشرفين على الغرق. هذه تطين تلفزيون سوريا من أمام بحيرة ميدانكي عفرين ريف حلب الشمالي.